مرحبا بكم معايا في الفلوغ الثالث من رمضانيات مع جيجي. دابا 3:30 ديال العشيه، حنا عاد غادي نبداو الفلوغ، عاد غنبداو التوجد وبزاف ديال الحوايج. كما قلت لكم البارح كانوا عندي 4 ديال لي كونسلطاسيون هاد الصباح، 4 ديال لي كونسلطاسيون. دونك تخيلوا معايا كل كونسلطاسيون تتكون ما بين 30 حتى 45 دقيقه، بلس الان خصني نرضعو نلعب معاه شويه لاكوش بدل، هو كيهرنل شنو خاصو. المهم داكشي كامل لا كويزين والدار راني خليتهم مجموعين من الباب. فوالا دونك كاينين شي معينات فريمون لي خفافين بزاف فين تسحرنا، دوك الزيفات ديال الفلون وشي طبيصلات فين خدينا هكا شويه ديال الصالي. صافي هادشي اللي كاين. دونك دابا غادي نوضو، ايلان راه بدا كيدير لاسيست ديالو باش يخليني نوجد على خاطري. الحريره كما شفتوني البارح يلاه وجدتها، كندير الحريره ديال دو حتى ل 3 جوغ، دونك الحريره كاينه. عندي واحد الحشوه ديال الكفته اللي كانت بقات ليا من البارح كما شفتوا، اللي عمرت بها البطبوط، بقى ليا البطبوط وبقات ليا العماره ديال الكفته. جبت العماره ديال الكفته في الصباح باش تطلق شي شويه، غادي ندير بها واحد الكيش اللي زوين بزاف، غنتقاسم معكم لاباط وكلشي. فريمون كيجي هشيش بزاف، ولكن غنوريكم كيفاش ديروا الطبقات ديال الكيش باش يجي بنين بزاف. غنتقاسم معكم هادشي كله. دونك العماره حنا مهنيين منها، غتبقى لنا غير لاباط ديال الكيش، وغنديروا دي شوسون ديال الكبده. غادي حيت عندي ديجا لاباط فيتي في الثلاجه، غادي يبقى ليا غير نوجد العماره ديال الكبده. اون غرو غادي نوجد العماره ديال الكبده وغادي نوجد لاباط ديال الكيش. صافي هادشي اللي غادي نوجد. بقى ليا حتى لا طابل غادي نحيد فين حطيت التمار والشباكيه وداكشي، باسكو اشاك فوا خصني نبقى نغطيه. غنديرو هكا في شي لعيبات هكا يكونوا كيتغطاو، باش كومسا ما نبقاش اشاك فوا رافد عليه لا مخصو يتغطى خصو هذا خصو هذا. المهم هانتوما معايا، نتلاقاو في الكويزين نجمعوها نخويو لا فيسيل كما العاده. دابا راكم ولفتوا البروغرام ديالي كيفاش غادي في رمضان، وعاد ديك الساعه نبداو التحضيرات ديالنا ان شاء الله. ليتس جو. المهم الضو ديال الكوزينه غيبان لكم الجو كيفاش داير هاد الايام. الجو فريمون كئيب جدا 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 جدا، ما عرفتش نتوما، ولكن البارح جو ساكو في الرباط كانت الشمس، حنا كانت عندنا فريمون الشتا خدمة الشمس هنايا في مكناس. ايوا اليوم الصباح كانت الشميشه، دابا هو الغيام، عرفنا داكشي منين نشدوه. كما قلت لكم اول حاجه غادي نبدا بها هو نخوي لا فيسيل، نغسلوا هاد المعينات ونتلاقاو باش نوجدوا شهيوات. لي شيري هنايا فواحد كاسرونه درت الكبده، كتسلق مع شويه ديال الملح وشويه ديال الخل باش تشد راسها وتمشي من هذيك الزفوريه قبل ما نخلطها هكا مع الحشوه. صافي كما قلت لكم هنا الصباح جبت الحشوه ديال البارح اللي فيها كورجيت، لا فيهاش كورجيت، فيها مسيله وخيزو وكفيته ولي زيبيس، راه تلقاوها في فلوق ثاني من رمضانيات مع جيجي. وجبت لاباط فويتي اللي مازال جو بونس ما تلقاتش، خصها تلق مزيان باش ما تعذبنيش في الدليك. مي ماشي مشكل، اصلا هي اخر حاجه غادي نخدمها شفتو، باش تبقى باش يبقاو هكا لي شوسون سخان. صافي هادشي اللي كاين. فوالا دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي الحشوه، غادي نخليها باش تسلق ونبدا بالحشوه ديال الكبده.
بدا تسلقات حتى كتقطر قطعت الخضيره ديالي. هنا غادي نزيد غنزيد شويه ديال الزويته بلديه بعد الكوكوط راه خاويه حيت جبتها من لافيسيل وعارفه راسي غنعاود نستعملها ديك الكحليته حدايا. راه بالنسبه للخضره انا حيت عندي الحشوه الاخرى اللي فيها الكفته فيها خيزو ما بغيتش ندير ديك القضيه ديال الخيزو كورجيت غندير شومبينيون وفلفله حمراء وبصيره. صافي ونخلي هاد الخضره ديالي تهبط شويه اونطروتيم بما تبرد ليا الكبده. غادي نمشي باش نقطعها دي مورسو صغيورين هي اخر حاجه غادي نضيفها باسكو ديجا مسلوقه يعني بحال فيها نص طيبه يعني دغيا غادي تطيب ليا مع الحشوه. صافي غير غنتسناها هادشي يهبط ونعاود نرجع معكم باش نكملوا هاد الحشوه ديالنا. صافي ماشي غير نزيد شويه ديال الكزبره بعدنا وغنزيد الكبده ديالي صافي غير لو طون لي طاب ليا الكبده وتا هي تنسجم فيها ديك العطريه وتطلق فيها الفلفله ونطفي. غادي نوجد لاباط ديال الكيش من اسهل ما يكون. لاباط بغيتي غنقول لكم زعما لا ريغل جينيرال ديالها. بون انا غادي ندير 250 غرام ديال الدقيق بون انا عندي افتي الضو في الكوزينه ديجا ناقص ودابا مع هاد الجو بغي فري سمحوا ليا. هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق لا ريغل جينيرال ديال لاباط بريزي الكميه اللي كديروا ديال الدقيق النص ديالها تديروها زبده. دابا انا خديت 250 غرام ديال الدقيق دوكو غادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده. تكون في حراره المطبخ نحطوها هكا دي مرسو صغار وشويه الملحه على حسب الذوق. وهنا غادي بحال غنديروا ان كرامبل بحال غتجي شويه مرمله يعني غير غنحاولوا هاد الزبده ندخلوها في الطحين على هاد الشكل هذا. شتي لاباط بريزي اسهل منها ما كاين وارد منها ما كاين صراحه كتجي زوينه ميم بو هكا صابلي داكشي ديال الدوازاتي كتجي زوينه. بون انا غنستمر بهاد العمليه هادي حتى ندخل الزبده مزيان في الدقيق ديالي ونرجع معكم. فوالا نتوما شفتوا لا تيكستور كيفاش ولات هكا مرمل بحال كيما قلت لكم غنديروا ان كرامبل. نورمالمون في هذه المرحله هذه خصكم تزيدوا صفر ديال البيضه وحده باش كتجمعوا لاباط والا ما كفاتكمش صفر ديال البيضه كتزيدوا معاه واحد جوج معالق كبار ديال الماء غير كتجمع باسكو لاباط بغيزي ما خصها لا تدلك لا والو. انا ما غاديش ندير البيض غادي نجمعها بالحليب حيت فريمون تتجي بنينه بالحليب. صافي غير كتجمع هي لاباط ديالنا واجده ما غندلكوها ما حتى شي حاجه غير هي كتلصق. دابا غادي ندوزو باش نوريكم الطريقه الصحيحه باش تلكوها وما تلصقش لكم.
الوغ نورمالمون سوا ديروا بابي اليمونتير من التحت ومن الفوق باش لاباط ما تلصقلكمش هكا في لو بلون دو طرافاي. انا جو بريفير ندير هكا بلاستيكا تشدو نقسمها بالموس هكا على جوج، كندير وحده هنا من التحت باش لاباط ديالي، وكندير وحده اخرى هكا من الفوق وعاد كنديك. هي لاكيش ديالي وجدات، راني وريتكم الطريقه زعما كيفاش درت ليها. غادي نحاول نزرب داك المقطع ديال الفيديو، جو بونس كو راه واضح وباين. درت هنايا بابي كويسون باش منين نجبدها ما تلصقش ليا في هذا، ونحطها في طبق التقديم. هنايا خصكم تقبوها مزيان مزيان، هاد الوصفه راه فريمون تتنجح 100%، زعما ما كاينش تقدر تصدق ولا ما تقدرش تصدق. هذه هي الوصفه ديالي زعما اللي كنعتمد عليها دائما فاش تنبغي ندير لاكيش. لاستيس والحاجه اللي واعره بزاف هو انني قبل ما غندير العماره غادي ندهنها هنايا بشويه ديال لاموتارد. الا كانت عندكم لاموتارد الونسيان احسن، ما كانتش ديروا لاموتارد العاديه بحالي. انا ما عنديش لاموتارد الونسيان، هذيك اللي تتكون فيها بحال حبيبات عرفتوها، فريمون تعطي واحد لوغو. انا ما عنديش مع لاموتارد نهائيا، ابار اذا طيبت بها هكا دجاج ولا بولي دخلته في الفران ولا شي حاجه، مي لا موطارد ما تتعجبنيش. باغ كونطخ فهاد الوصفه جربوها وردوا عليا، جيسبيغ ان هاد الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. دونك هنا من بعد ما دهنت بلا موطارد غادي نجي قبل ما ندير العماره ديالي غندير غير شويه ديال الفخوماج هكا من الفوق. هنايا زدت لافارس ديالي، كيبقى لكم الاختيار. انا هذه كانت شاط ليا من البارح، غير كنت درت خيزو شامبينيون بسيله وكفيته. فوالا غنحاول نوزعها هكا بطريقه متساويه على لاكيش. صافي هنايا لافارس ديالي واجده، دابا غندوزو باش نحضروا لاباغاي كيش. الوغ بوغ لاباغاي انا غادي نستعمل هنايا لا كريم فريش، غنزيد عليهم جوج حتى ثلاثه البيضات. انا غندير جوج وديك الساعات نشوف القوام كيفاش داير. شويه الملح، شويه ديال البزار، نخلطو هادشي كلو مع بعضياته. أنا أونطخوطون راني شاعلة الفران ديالي كيش، في اخر مرحله هي الفرماج غابي هكا من الفوق. غادي
غنغشيها في الفران على درجه حراره 180 وغنشعل الفران من الفوق ومن التحت. بون حقيقه اليوم تنخدم على خاطر خاطري لان تقريبا كلشي واجد كما قلت لكم، راكم شفتوني يعني وجدت غير اون فارس ولا بات ديال لاكيش بيان سور ولا بريباراسيون، زعما ما تاخذوش بزاف ديال الوقت سورتو الدار كانت مجموعه. بون انا اونطخ طو مشيت عند ايمان لعبنا شويه ردعناه وكلنا عليه وداكشي كامل، خليته مع الكابي دافي ديالو. شي بزاف ديال البنات يقولوا لي كيفاش كتحاولي تنظمي وقتك زعما وايلان وان بيبي ولو ريتم وداكشي، كنحاول زعما ندير ما في جهدي، راني كنتقاسم معكم فريمون كلشي باش كتشوفي زعما وقتي كيفاش كنقسمو في النهار. بون هنايا خديت لاباط فويتي اللي كانت عندي واجده، صافي هنا غنبدا ندلكها. صافي هنايا من بعد ما دلكتها غادي ندير لي شوسون ديالي بهذه الطريقه. صراحه جوغ ايمي ان يكون عندي ان سيركل كبر من هذا باش الشوسون يجيو مزيانين، مي سي با غاف. بعد هنايا وجدت لاباط، هنا الحفوه راكم شفتوها قبيله هي كيفاش جات. دونك غادي ناخذ معلقه صغيره هكا نحاول نجيبها الوسط. غادي نحاول هكا نبرك بيديا في الجنب باش منين نخشيهم في الفران ما يتحلوش ليا. صافي غادي ناخذ فورشيت ندير هكا، يعني بحال كنزيد نحكمهم او ميم طون بحال تنعطيهم واحد الشكل اللي هو زوين. صافي وهنايا عندي لاطار ديال الفرن فين غنحطهم فيها، وغادي نكمل بهذه العمليه هذه كنسالي لي شوسون ديالي. بون انا راني مازال خدامه في لي شوسون. صافي وخرجت الكيش ديالي، تم بعد نقطعو نوريكم كيفاش كيجي فريمون من الداخل، عطي واحد الريحه عاطيه في الكوزينه سوبر سوبر بون. دونك غنكمل لي شوسون هادي دابا هادي 6، دونك بقاتنا تقريبا ساعه ديال المكانه. غادي نجيبو الوقت ان شاء الله هو هذاك حيت مازال ليا لو جو تاع هو. فوالا لي شري هيا الشوسون ديالي وجدو. صافي هنا غادي ندهنهم بصفر ديال البيضه، وابخي غادي ندردر عليهم هاد لي غرين دو بافو. الا عندكم ديروهم، ما عندكمش تقدروا تخليوهم هكاك اولا ديروا الزنجان اولا، كل واحد على حسب الاختيار ديالو. فوالا لي شيري تقريبا صافي راه وجدت كلشي، بيسكو باقي ليا الوقت غادي نحط الفلون ديالي ديال السحور. غندير الفلون ديال الكراميل، ومع هاد الفلون هذا كيعجبني ندير داك البيسكويت داير هذا كنديرو من الفوق. انا غنوريكم الطريقه ساهله، ملي كتحطوه هكا من الفوق صافي وتتخليوه لي يدير يشد راسو مزيان. وكيعجبني هاد الميلونج ديال هاد البسكوي مع الفلان فريمون تيجي واعر.
وعدي لينا تعمرنا لا فيسيل. يس يس يو ميرسي. الحمد لله والشكر لله دائما. الحمد لله على هادشي كله اللي تناكلوه اللي تنوجدوه على هاد الرزيق وعلى كلشي. الحمد لله والشكر لله. بتيتر كو هاد الشهر ديال رمضان تيجي باش يفكرنا بالجوع وبالصبر وبزاف ديال الحوايج. بون تشوفوني متكيه باسكو جيت متكيه صراحه شويه. لا نورمالمون يدوا دورمير. Tu dois faire dodo, mamie. Non, je rigole pas, tu dois faire dodo. Ok, drague. Edit. Là. Tu me dis, voilà, parce qu'il y a des mains. Ça, je fais ça. Donc, voilà, après, Adnan qui va s'occuper de Xidil après le tour. Mais je suis pas avec ton Ah, oui, moi. Elle a mis. وانا جو في جوست مو ريبوزي شي شويه ونبدا المونتاج ان شاء الله باذن الله باسكو ما غاديش نبدا المونتاج حتى الغدا سورتو كو غدا سامدي وعندنا نجالس دوكو جو في بروفيتي من الصباح جو دي بيان الصباح حيت عرفتي لي كورس فاش كتمشي ديريهم في العشيه في لي غراند سيرفاس في رمضان لا كاتاستروف دوكو ماشي بكري غنفيقو ولكن ما جوي ديك العشرة ونص 11 بحال هكاك غدا ان شاء الله بيان سور غتشوفو كلشي د ا ا زد حيت اولا ندير واحد لا غوسيت واحد لا سوب غتاكلوا ليها صبيعات يديكم فو فيغي ان شاء الله دوما غادي نحضر هاد الوصفه هادي و جو بونس سي لا بروميير فوا لي غادي نبارطاجيها معكم في لاشين يوتيوب ايوا حلف لا باغي ينعس فوالا غنحبس معكم الفلوق هنايا وغنقول لكم نتلاقاو غدا ان شاء الله باش نمشي نبدا المونتاج غادي لينا الله يرضي عليه راه كيجمع لا طابلو كيدير الميلات في لا فيسيل راه لا كويزين تنخليها بريس كلها مجموعه باسكو انا تنخدم وانا تنعمر او ميم طون دوكو هو تيجمع لي ديك الطبيله وداكشي اللي موسختي ديرو هنا وداكشي الاخر راه تيبقى فوق الطبله باسكو حنايا تنتسحرو بداكشي باش نفطرو داكشي اش ما تندير انا راسي ولا والو اي فوالي فالو دونك هادشي اللي كاين جو فوزيم نتلاقاو غدا ان شاء الله مع جوج باي باي